عظم الله لكم الأجر مشاهدينا الأحبة أينما كنتم، أرحبوا بكم أجمل وأرق الترحيب من أرض كربلاء وأمام أعين الملايين التي تصوب أنظارها إلى كربلاء المقدسة وإلى زيارة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام. إذا أردنا نتحدث عن هذه الأرض التي قدمت الكثير وأعطت الكثير للإنسانية وأعطت وأفنت هذه الرسالة ووصلت إلى ملايين الناس ووصلت إلى مشارق الأرض ومغاربها وأعطت الدليل بأنه هذه النفوس الطيبة الكريمة التي جاءت من أرض البلاد وأرض العباد وأرض كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام المباركة ومحرم الحرام الذي أرسل للعالم أجمع رسالة الإنسانية ورسالة النهج ورسالة الاقتداء ورسالة العقائد ورسالة الحسين كبيرة بعطائها وعظيمة بإنجازاتها وستبقى دائما في نفوس المسلمين جميعا وفي نفوس الإنسانية بشكل أكبر وأوسع. اللي إخواني اللي يجي على مدى آلاف الكيلومترات حتى يوصل إلى أرض كربلاء هذه رحمة وهذا اقتداء وهذه رسالة، والإمام الحسين عليه السلام رسالة لجميع الناس، رسالة لكل الناس، رسالة إلى الكبير قبل الصغير، ورسالة إلى الشيبة، ورسالة إلى كل الطوائف والمذاهب. الحسين كبير بعطائه وعظيم بما وصلنا إلى الآن. كربلاء قبلة الأحرار، كربلاء المعركة، كربلاء الطف، كربلاء الإنسانية، وكربلاء الصمود. هذه الكلمات يمكن أنا ما أقدر يعني أصيغها بشكل يعني يتلائم مع حجم ما بذل الإمام الحسين عليه السلام، ولا يمكن لأي شخص الآن يتحدث ويعني يكون وافي وكافي بما قدم الإمام الحسين عليه السلام. حياكم الله شيخنا، عظم الله لكم الأجر وبارك الله بكم وبعسكم. جزاكم الله خير وعظم الله أجوركم، شكر الله سعيكم، جزاكم الله خير شيخنا العظيم. في بداية الكلام أنا قبل قليل تحدثت عن مدى اهتمام الناس بهذه الزيارة وهذه الأيام المباركة، وإحنا الآن في أرض كربلاء المقدسة. ما هي الرسالة الإنسانية؟ الإمام الحسين عليه السلام كيف ضحى ولماذا ضحى بعائلته وبما قدم للإنسانية على وجهه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. عن الإمام الصادق عليه السلام: كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة الحسين أوسع وفي لجج البحار أسرع. الإمام الحسين عليه السلام رسالة سماوية دينية للعالم كله، لكل الإنسانية. الإمام الحسين عليه السلام من يلتجي إليه ويتمسك به ينال شفاعته في الدنيا والآخرة، يسهل الأمور كثيراً، والناس تلتزم بزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، خاصة زيارة الأربعين، لأن من علامات المؤمن، أحد علامات المؤمن هي زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، وزيارة الأربعين سلام الله عليه مأثورة ومخصوصة، كل الناس وكل العالم تأتي إلى كربلاء زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه. والإمام الحسين عليه السلام حقيقة الدعاء تحت قبته مستجاب سلام الله عليه. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك بك. الله يسلمك عزيزي وبارك الله بك. خدمتكم إن شاء الله. الله يحفظك. احنا في بعض الحالات أنا أخلي شوية أسولف وياك لأنه ما أريد أتركك، لأنه توجيهاتكم مهمة
أصبحت الناس تستمع إلى الشيخ وإلى السيد المعمم على وجه الخصوص، الناس تستمع إليه، تريد توصل له، تريد تستفاد من خبرته، تريد تستفاد من معلوماته. الآن الإمام الحسين عليه السلام بما قدم للإنسانية، شلون نقتدي؟ شلون نمشي على هالطريق؟ صعوبة الطريق، صعوبة ملذات الحياة اليوم، شلون نقدر؟ الإمام الحسين عليه السلام يعلمك الإسلام ما هو، كيف هو. تريد تتعلم القرآن، الإمام الحسين هو كتاب الله الناطق. تريد تتعلم التوحيد، تتعلم عن طريق الإمام الحسين عليه السلام شلون يوحد المسلم مع المسيحي. كان تحت أمرة الإمام الحسين جون سلام الله، سلام الله، استشهد في مع الإمام الحسين عليه السلام. ماذا تريد تتعلم من الإمام الحسين؟ تجده عنده مدرسة الإمام الحسين، الإسلام، الإيمان، التوحيد، العقيدة، الأخوة، الأبوة، الألفة، الرخاء، الشدة، كله تتعلم من الإمام الحسين. مدرسة الإمام الحسين واسعة وكبيرة، تشمل عناوين ومواضيع عديدة ومختلفة. شلون نقدر نتمسك؟ هذا الطريق من خلال التزام بإرشاداتهم، تعاليمهم، نصائحهم الدينية. نشوف شنو كيف كانوا يتعاملوا مع أعدائهم ومع أصحابهم. كل هذه هي حقيقة موجودة ومأثورة، كيف تعاملوا مع الأعداء ومع الأصحاب سلام الله عليهم. بارك الله بك. الله يسلمك، خدمتكم إن شاء الله. بارك فيك ويسلمك، خذ من وقتك هواي. خدمتكم إن شاء الله، الله يسلمك. جزاكم الله خير. هذه واحدة من الرسائل المهمة في هذه الساعات المباركة، وإحنا الآن بصراحة بارتفاع درجات الحرارة اللي تصل إلى 40 و45 وتصل إلى 50 درجة مئوية، والآن نتحدث عن إمكانية مواطنينا وإمكانية أهلنا بوجودهم في أرض كربلاء المقدسة. خلينا شوية أتحدث عن الخطط الأمنية، وأتحدث عن المؤتمر الثالث اللي تم برعاية الأخوة في هيئة الإعلام والاتصالات بوجود السيد المحافظ وبوجود العتبة الحسينية ووكلاء العتبة الحسينية ووجود الأخوة في الإعلام ووسائل الإعلام، وما هي الرسائل اللي ممكن إحنا كوسائل الإعلام نطرحها بقضية الإمام الحسين عليه السلام. فبالتالي ماكو محددات، المحددات هي أنه ننطي هذه الرسالة إلى من يهتم بهذه الرسالة، إلى من يهتم بقضية الإمام الحسين عليه السلام. حياكم الله، حجينا، الله يبارك عليكم. السلام. احنا نحكي عن أربعينية الإمام الحسين اليوم في أرض كربلاء. اي نعم نعم، أرض الإمام الحسين. نعم نعم، أرض التضحية. نعم، احنا كمواطنين بس نسولف ونطبخ؟ لو لازم نتعلم، لازم مدرسة الإمام الحسين عليه السلام توصلنا. نعم. لازم نفتهم الإمام الحسين على شنو ضحى. نعم. وقدم نفسه وعائلته. السلام عليكم. الحسين ضحى من أجل الدين. الحسين ضحى بنفسه وعياله من أجل الدين وإصلاح الأمة. الحسين رمز إنه للشيعة خاصة. الحسين تاج على رؤوسنا، وإحنا نضحي للحسين حتى آخر قطعة من دمنا. نتعلم لو ما نتعلم من الحسين ومن كتب الحسين ومن كل، من زينب ومن كلهم نتعلم. منين جيتك عمي؟ جيت من الناصرية. يا هلا ومليون. ومنك هم درجة الحرارة العالية. هسه واحد من يقول يعني هاي الدول العالم تتباوع، هسه يقول لك والله هاي العالم شنو جايبها هالملايين هاي تمشي على الطريق بدرجة حرارة توصل 50، ما حد يقدر يمشي بيها، وهذا جاي من آلاف الكيلومترات ومئات الكيلومترات وحتى يتعنى إلى هذه الأرض. جاي للحسين. المن جاي هو؟ جاي المن؟ جاي الواحد يزوره؟ جاي للحسين، زيارة الحسين، نشوف ونشوف الدنيا الجاية هسه ورانا. يعني ماكو هيك شيء بالعالم كله. الحسين شفت المشاية من البصرة؟ من البصرة، الناصرية، من البحر، من البحر. كلها تضحية للإمام الحسين. والحسين ما شو نسوي بأرواحنا؟ ما نجاز الحسين على الإمام الحسين عليه السلام. ما محتاج من عندنا أنه فقط نتعلم من
من أخلاقه ونتعلم من تعاليمه ونقتدي بما نتعلم. هي كل شيء نتعلم. هذه الأجيال لازم هاي الأجيال تسمعنا وتسمع الحسين وتقرأ كتب الحسين ومواكب الحسين وعلماء الحسين كلها تتعلم. الله يبارك فيكم. مشكور حبك. مشكورين. الطريق شلون الإجراءات بالله؟ الطريق نعمة نعمة. دخول بالله صعب ولا سهل؟ والله سهل كل سهل. والله العظيم سهل وكل سهل. موضوع الخدمات. الخدمات نعمة نعمة الخدمات. يعني ماكو هيك بالعالم. خدمات ماكو هيك بالعالم. اكو هيك عالم؟ يا يقول انا يا دولة هسه تقول انا اسوي للحسين او اسوي لاي واحد مثل العراق. سفرة بالملايين. مثل العراق سفرة بالملايين. أيوة. والله ما نضحي ونخسر كل فدوة للحسين. مشكورين. بارك فيك. مشكورين. ترجع لأهلك سالم ان شاء الله. الله يديمك الله يحفظك. هذه وحدة من الرسائل ايضا بها للانتماء. الانتماء العقائدي والانتماء الديني الى مدرسة الإمام الحسين عليه السلام. والآن في هذه الصورة تحديدا، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين الإمام العباس عليه السلام. وهذه اللقطات وهذه الصور الآن بين الحرمين، حرم الإمام الحسين عليه السلام وحرم أبي الفضل العباس عليه السلام. وفي أكيد يعني في هذه الصورة الأعداد، طبعا العتبة ارتأت إلى أن تقدم خدماتها بشكل جيد، وخدماتها مستمرة وخدماتها في درجة الحرارة الآن العالية، هي توفير مرشات المياه، توفير البرادات الخاصة المبردات اللي موجودة، توفير الماء الصالح للشرب القريب من الزائرين، توفير ايضا مظلات للاحتماء خاصه بالزائرين. هذه رسائل كبيره وهذه رسائل عظيمه بصراحه، وكل التعازي والمواساة لكل من يصل الى هذه الارض الطيبه، ارض الكربلاء. حياكم الله عمي، شلونك؟ عظم الله اجوركم. الجميع ان شاء الله رحم الله والديك. الله حياكم الله. للجميع ان شاء الله رحم الله والديك. الله يخليك. الله يسلمك. كربلاء كبيره بعطائها ان شاء الله. والامام الحسين كبير بعطائها للانسانيه ان شاء الله. ان شاء الله. وما تحدد على فئه معينه. طبعا اكيد هو كل القوميات وكل كل الاديان. واذا اردنا نسولف هسه عن اديان وقوميات فلا لا ان شاء الله. اي والله صحيح. لكن احنا ايش نتعلم؟ والله نطبخ لا والله هي احنا المفروض يعني الحسين رساله قبل كل شيء. الامام الحسين رساله، يعني هو مو المهم الطبخ او اللطم، او اهم شيء الفعل يكون الاقتداء بطريق الامام الحسين، طريق الاصلاح. اي والله احنا شلون نقدر نمشي على هالنهج؟ شو يحتاجنا أجيالنا؟ شو يحتاج لها؟ والله يحتاج لها مدرسة الإمام الحسين. إيه والله يحتاج لها هواي، كلش هواي يحتاج لها، لأنه المجتمع اليوم يعني مع الأسف جاي نشوفه نحو نحو الأسوأ. خليهم يشوفون إن شاء الله. خلي العالم يشوف إنه هذه الملايين اللي تجي من مأكل ومشرب وخدمات. صحيح والله. العالم يدوخ. إي بس يحتاج المجتمع يعني بناء من جديد والله. إي والله المجتمع يعني حيل جاي يتعب، المجتمع بيه حيل وما جاي يتعب والله. المجتمع هذه بناء من جديد، وهي الرسالة الحسينية يعني رسالة لكل الأديان، كل الطوائف، الكل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله على الإمام الحسين إن شاء الله. إن شاء الله الجميع إن شاء الله رحم الله وديه. الخدمات شلون شفتها والله؟ خير من الله ونعمة، خير من الله. احنا سبحان الله كل زيارة هاي السفرة اللي تمتد بين المحافظات زين ولا ملايين من لا طبعا. اي والله واحد ذا يفكر بيها يقول هاي شلون اكلها شلون. اي والله شلون سدها سبحان الله. سبحان الله. هو بعد الله. بعد هي سفره الامام الحسين ان شاء الله. الله يحفظك للجميع ان شاء الله. بارك الله بيك. الله يديك الجميع. جزاكم الله خير. الله يحفظك رحم الله وديك. حياكم الله. هذه ايضا رسائل اللي الان يطرحوها الاخوه المواطنين ويقدمون تعازيهم للإمام الحسين عليه السلام وإلى أخيه أبي الفضل العباس. في هذه الرسائل
الكبيرة ورسائل المعطاة. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله جورك. الله يرحمه بك. بارك الله فيك. رحم الله والديك، اللهم يحفظك. الله يتقبل عزاء الجميع ان شاء الله. الله يحفظكم اليوم في كربلاء. والله الحمد لله احنا محافظة واسط وجينا ان شاء الله نأدي زيارة. اليوم زيارة صفر استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وجينا هم يعني نأدي مناسك الزيارة والحمد لله رب العالمين. أجواء كربلاء؟ والله أجواء جيدة جدا. مستعدة؟ مستعدة جيدة جدا. ولاحظنا يعني بالطريق أنه من جينا هواية أكو شغلات ديت نظمون بيها رتبون بيها المثقفات، هذه الشغلات يعني لأول مرة أشوفها يعني جيدة جدا. يعني أكو حركة عمل. نعم نعم أكو. هذه السنة تقريبا تختلف عن بقية السنوات والحمد لله. إن شاء الله نطمح للأحسن إن شاء الله. إن شاء الله ما دام أكو حركة وأكو مساحة للعمل فالجماعة إن شاء الله ما ينقص. إن شاء الله. وقبل كنا نعاني من معاناة النقل ووسائل النقل، ما كنا نوصل هاي المسافة. أكيد أكيد فعلا فعلا والله. لا لا هسه الحمد لله احنا ولو بعد وقت الزيارة بس يعني لاحظنا انه نقل موجود، وخاصة النقل الداخلي للناس اللي كبار السن او كذا، وهذه اشوف يعني جيد يعني هاي الخطوات يعني. يبارك فيكم عم. الله يوديك حجي. اهلا وسهلا. الله يحفظك. بارك الله بكم. استركم ان شاء الله ونحو الاحسن ان شاء الله. جزاكم الله خير. استري عمي. هذه ايضا باتجاه الخطوات الايجابية اللي يقدمون لها الأخوة في كربلاء، سواء العتبتين العباسية والعتبة الحسينية، وفي هذه تقريبا في هذه الأجواء أجواء الزيارة، وبصراحة وجود أعداد الآن في تزايد يوم بعد آخر يقرب موعد الزيارة، وبالتالي هذه كلها رسائل، وهذه أيضا ممكن أنه كل إنسان يسعى إلى أنه يكون موجود في أرض كربلاء يتذكر ويتعلم من مبدأ الإمام الحسين عليه السلام ماذا أراد وكيف كان وما هو المغزى الآن من هذه الزيارة. هل بس تجمعات لو نتعلم؟ لا، نتعلم. الإمام الحسين عليه السلام مدرسة كبيرة وعظيمة قدمت ولا زالت تقدم. هذه الصورة طبعا الآن في أجواء يعني الزيارة، وأكيد التطمينات من قبل المواطنين، وتطمينات أيضا من قبل المسؤولين في كربلاء سواء العتبة الحسينية والعباسية، وتضافر الجهود خدمة للقضية الحسينية وقضية كربلاء وكربلاء الطف. أكيد هذه بشكل أو بآخر الآن الصورة الآن باتجاه الإمام العباس عليه السلام، وهذه الصور وهذه اللقطات بشكل أو بآخر توفير الخدمات اللازمة للزائرين، توفير سبل الراحة للزائرين، عدد كبير من الخدمات، موضوع الخدمات من موضوعة النظافة من موضوعة الأمن اللي هو واحد من أهم مقومات هذه الزيارة، الوضع الأمني في كربلاء وفي بغداد، والترابط الأمني وخلية الإعلام الأمني اللي أيضا جهود كبيرة وجهود مشكورة على توفير الأمن واستتاب الأمن في العراق، عراقنا الحبيب. لولا الأمن لما وصلنا إلى هذه المستوى، إلى هذه المرحلة. كل الجهود مشكورة، كل الجهود محط اهتمامنا، كل الجهود هي كبيرة بما قدمته. الآن هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها، طبعا توفير المثقفات والمظلات للزائرين الكرام اللي أتوا من كل المحافظات وكل المحافظات العراقية وأيضا البلدان العربية والأجنبية بوجود في هذه المرحلة. طبعا حركة الزائرين
حركة الزائرين اللي الآن موجودة، المثقفات أيضا توفرت أو توفر خدمة للزائرين في درجة حرارة مرتفعة، في درجة حرارة عالية. الآن الصورة باتجاه الإمام، ضريح الإمام الحسين عليه السلام. والسلام عليكم، قواكم الله، عظم الله جوركم، الله يتقبل الزيارة إن شاء الله، وبارك الله بكم. شلون عافيك؟ الله يسلمك ويحفظك. الله زينين في ورحتك. قواكم الله يسلمك. درجة الله. حرارة عالية والله، هذا ما والجو حار، هذا يوقف، لو يوقف عيونكم لو يسد الليل. والله لو درجة الحرارة تصير بي، احنا مستمرين على نهج الإمام الحسين عليه السلام، واحنا نبذل الغالي والنفيس في سبيل أبي عبد الله الحسين. عندنا مواكب هنا بالمحافظة، داخل محافظة كربلاء، وعندنا محافظة بالعفو بالمحافظات أيضا مواكب. وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي نوفي لأبو سجاد قطرة قطرة، يعني من اللي تركه إن الشيء كبير. شكرا. الله يبارك بكم. أبو محمد من العمارة. أبو محمد الله العمارة، على طول طريق العمارة هسه تروح منا باتجاه العمارة منصوب المواكب الحسينيات، فاتحة أبواب 24 ساعة. هذا أول شيء من فضل أبي عبد الله الحسين. سفرة أبي عبد الله الحسين ممدودة من العمارة لحد ما نوصل سيد الشهداء عليه السلام، واحنا مستعدين نبيع اولادنا في سبيل خدمه زوار ابي عبد الله الحسين. الله يبارك الله يحفظك. شلون الوضع العام، شلون اصحاب المواكب؟ اكو تسهيلات؟ اكو فد امور سهلت عليكم؟ حركه النقل شلونها؟ وصول موادكم شلون؟ صعوبه لو سهوله؟ والله بالنسبه لحركه نقل المواكب الحمد لله والشكر، سيارات اهل العماره سياراتنا الحمد لله والشكر. عندنا ناس يعني مثل ما اقول عندهم خير وعندهم نعم، يعني الله مفضل عليهم، هم متفرعين بها للمواكب، ويعني يجيبون حتى يحملون الثلج ويجون يتقدمون لجاي، يتقدمون من العمارة، يتقدمون للغابة والآل بدير، وحتى السيد محمد العريس هنا الحق زوار. وبالإضافة هنا مواكبنا بكربلاء، وإحنا ما قلت لك يعني بدون نقدم أرواحنا ما نوفي يعني قطرة للإمام الحسين عليه السلام. الله يسلمك ويحفظك. الله يعطيك الصحة. وبالأخير نشكر قناتكم المفضلة، ويا ربي إن شاء الله يوفقكم بحق الإمام الحسين عليه السلام. الله يحفظك ويسلمك يا بعد أمر. تحياتي. تحياتي. بارك الله بك أبو محمد يا طيب. السلام عليكم. عظم الله جورك عمي. يبارك بيك. إيران وايد ممنون. إيران. حياكم الله. أهلا وسهلا عمي. أهلا وسهلا. حياكم الله. هذه واحدة من الصور والرسائل اللي تلاقي كل الجنسيات اللي الآن موجودة، كل الرسائل هي كبيرة. السلام عليكم، قواكم الله، الله يسعدك، عظم الله جوركم، بارك الله بيكم. شلونكم عمي؟ شو أخبارك؟ الحمد لله بخير، كونكم بخير إن شاء الله. بخير بشوفتكم. الله يسلمك، الله يحفظك. احنا في أرض كربلاء طبعاً. أكيد. الناس تحسدنا. أرض الحسين. يقول لك نيالك انت يا الامام، بقعة من الجنان ان شاء الله. الله يسلمك، الله يبارك فيك. منين جيتكم؟ والله احنا انا ابن كربلاء، بس هنا ابن خالي من الفتله، من اهل النجف المشخاب. وسهلا بيكم. الله يسلمك، الله يبارك بيكم. هنا تروح الجنسيه وتروح العقائد وتنتهي القوميه. يجمعنا اسم الحسين. الله يبارك فيك. والله بالنسبة تدري أنت، هاي أيام صفار وأيام زيارة الحسين اللي هي إن شاء الله مقبلة علينا أيام 40. فبالنسبة لأهل كربلاء بالمختصر أعطيك أنه أهل كربلاء هم أهل خدمة، أهل خدمة معروفين. إحنا ما نريد نزايد على الباقين، ولكن أهل كربلاء يمتازون بهاي الخدمة، لأنه أنت تدري الخدمة زائر بالملايين، والناس متهيئة المواكب وما شاء الله ومتهيئ كل شيء عندنا. ولكن بالمقابل احنا الناشد من خلال قناتكم وهاي الموقره، الناشد اخوتنا الزائرين اللي يجون من محافظات البعيده، لانه احنا عندنا قدوه اللي هو الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله الانصاري رضوان الله عليه، لما اجى واقدم للحسين يزوره، تطيب ولبس ملبس جديد وتنظف وتعطر وزار قبر الحسين. احنا نريد هاي المظاهر السلبية من اخوتنا الزائرين، بعض الزائرين طبعا، وتحياتي لهم اخوتنا، وان شاء الله مقبولة زيارتهم، انه يتجنبون هاي الشغلات اللي ما انزل الله بها من سلطان.
حتى العتبة تحدثت بها، حتى أصحاب المواكب تحدثوا. والله نشكي منها. صارت يعني صار في التوجيه لهم. والله شكوى هاي صار لنا تقريبا هاي السنة الرابعة، مو ترى مو جديدة هاي الشغلة. ويا ما وعظنا ناس، يا ما التقينا بناس إخوان، ترى الشاعر الحسينية كذا وكذا، ما يصير بهالمظهر هذا. احنا نريد شيء يفوق الخيال لخدمة أبا عبد الله الحسين وأخيها بالفضل العباس، اللي قدموا وضحوا لأجل من؟ لأجل الدين ولأجل الإسلام ولأجل الحق، وكلمة الحق ترفع إن شاء الله. وضحوا بعيالاتهم بأولادهم الحسين عليه السلام، وتغربوا إجا لسبيل إحياء الدين، لإحياء الصلاة، لإحياء أخلاق، مكارم الأخلاق. فإحنا نشهد إخوتنا الزوار أنه هاي المظاهر السلبية يتجنبونها، لأن إحنا تدري عندنا ناس معادية تصيد تصيد بالماء العكر. فلذلك أناشد بحق الحسين وأخيها أبا الفضل العباس أنه يهدي الزوار بالطريق الصحيح، ونبتعد عن المظاهر اللي هي غير لائقة بزيارة الحسين. أكيد أكيد أكيد. جزاكم الله خير. أغاتي عيوني أنا نسهل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. تشرفنا طبعا بالصلاة على محمد وآل محمد. الله يتقبل منكم. الله يحفظكم. جزاكم الله خير عمي. جزاكم الله خير. هذه أيضا هذه ال- 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 الصور واللحظات اللي تلاحظوها الآن بشكل أو بآخر، هذه وجود أيضا وجود الرسائل اللي تتوجه بها أو يتوجه بها عدد من المواطنين إلى الزائرين الكرام، أنه تمسكوا أو تحلوا بأخلاق الأئمة عليهم السلام، تحلوا بأخلاقهم، بقدرتهم، بموقفهم، بشجاعتهم، ببسالتهم، بكل شيء. يعني هذه واحدة من الصور الكبيرة جدا اللي بها عطاء كبير. وأحنا الآن بين الحرمين، بين الإمام العباس عليه السلام وأخيه الإمام الحسين عليه السلام. هذه الرسائل اللي لازم تؤخذ بنظر الاعتبار، هذه الرسائل لازم يكون لها مبدأ الفهم، ومبدأ بصراحة أخذ النصيحة، مبدأ أنه وجود هذه الناس، وجود هذه الزائرين الكرام، وجود الآلاف المؤلفة اللي تجي تقطع هذا المسير وهذا الطريق الطويل وتجي إلى أرض كربلاء، صدقوني هذه رسائل عظيمة ورسائل كبيرة، ليس بالسهل أبدا. وتشوف الأخوة اللي قائمين على العتبة الحسينية والعباسية اللي هم أقسام عديدة، طبعا مشكورين كل الأقسام الحسينية، العتبة الحسينية والعتبة العباسية، إلى تطوير وبصراحة عمل مستمر في كربلاء لأجل الوصول إلى مستوى يليق بالزائر الكريم، يليق بأرض كربلاء، ويليق بكل مواطن يلجأ إلى أرض كربلاء، أرض الأحرار وأرض الصدق وأرض الأمان. هذه واحدة من آلاف الرسائل اللي نقدمها بشكل أو بآخر. والآن بهذه الكلمة والعبارة، السلام عليك يا أبا الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، السلام على أصحاب الحسين عليه السلام، والسلام على كل من أتى زائرا إلى أرض كربلاء. وبصراحة في هذه المهمة الكبيرة وفي هذه المعاناة اللي نعانيها كمواطنين وكشعب الآن تحت هذه القبة، تحت هذه أو تحت هذا المسمى الآن، مسمى الإمام الحسين عليه السلام، بصراحة نبعث الرسائل إلى كل أحرار الأرض لزيارة أرض كربلاء، أرض الأمان وأرض السلام. وبصراحة وجود الأعداد الغفيرة اللي تقطع هذا المسير على مسير آلاف الكيلومترات، وتقطع هذه المسافات حتى تصل إلى أرض كربلاء، وتصل إلى الإمام الحسين عليه السلام، وتزور
المراقد الدينية في بلد الأوصياء وبلد الأنبياء وبلد التاريخ. هذه كلها طبعا رسائل كبيرة ورسائل عظيمة بما نتحدث به الآن. وبصراحة أنا كأحمد عاجز عن وصف هذه الصور، وعاجز عن إيصال هذه الرسالة، لأنه بصراحة بسبب الصورة اللي بداخل أذهاننا، والصورة اللي تعلمنا نشوفها، والمبدأ اللي تعلمناه، والرسالة الحسينية اللي لازلنا نتعلم. هذه واحدة من الصور يعني بصراحة، وهذه الآن بشكل أو بآخر. السلام عليكم، حياكم الله عمي. الله يتقبل منكم الزيارة إن شاء الله. حياكم الله، الله يسلمك. وبارك الله بكم. الله يسلمكم، حياكم الله. الأرض كربلاء. الله يسلمكم، حياكم الله. ديما تفضل. في هذه درجات الحرارة المرتفعة. والخير والحمد لله العالمين. الحمد لله خير. الحمد لله الزور. الحمد لله رب العالمين. حرارة الحب، حب الإمام الحسين أقوى من أي حرارة في العالم. الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله اللي وفقنا للزيارة، وإن شاء الله نعود سنة وكل سنة إن شاء الله. يا الله بخير وعافية. جيتك عم جاي من السعودية. كل الهلا بك. الله يسلمك. حياكم الله. الله يحييكم. أرض كربلاء أرض الأحرار. نعم حياك. وأرض كربلاء قدمت، أو الإمام الحسين قدم للإنسانية قبل أن يقدم إلى الشيعة أو السنة أو المسميات الأخيرة اللي الآن قدم للإنسانية. كيف نتعلم من الإمام الحسين ومدرسة الإمام الحسين، وكيف نسير على نهج الإمام الحسين؟ أكثر شيء الواحد ممكن يتعلمه من الإمام الحسين هو التسامح. في أقصى أوقات الحرب بينه وبين يزيد أو بين جماعة يزيد، كان يدعو لهم، كان يدعو لهم بالهداية، كان يدعو لهم بالتوفيق، ما كان يدعو لهم، يدعو عليهم إلا النادر يعني الذي كان قاسيا جدا، ولا وإلا فإنه كان يدعو لهم بالهداية. وهذا أكثر درس نتعلمه من عند الإمام الحسين عليه السلام. شلون تشوفون العراقيين في فتح قلوبهم قبل الأبواب؟ العراقيين من زمن من أول الزمان وهم ناس أهل كرم أهل خير، فما هو غريب عليهم يعني. وأنتم كذلك. حياكم الله، الله يسلمك. إحنا البلدين المتحابين أو كل البلدان هي محطة اهتمامنا، إحنا نكون سعداء بجيتكم، واللي هذه آلاف الأمتار اللي تقطعوها. القلوب متواصلة، سواء أمتار كيلوات أميال، كلها القلوب متواصلة مع بعض. الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. شلون شفت الخدمة؟ الحمد لله رب العالمين، كلهم طيبين وما ما قصروا يعني. هيا ماكو معاناة طريق، ماكو معاناة. الحمد لله رب العالمين. الطريق يعني كربلاء، أتمنى أن إن شاء الله تكون الأمور إلى الأحسن إن شاء الله. إن شاء الله شوفها إلى الأحسن. في كثير أنا يعني سنويا إذا الله سبحانه وتعالى قدرني أجي. الحمد لله كل سنة فيها تطور أكثر إن شاء الله. الحمد لله. أهلا وسهلا. الله يسلم. حياك الله. الله يحييكم. الله يسلمك. الله بك. بارك الله بك. تحياتي لك عم حبيب. الله يبارك بك ويسلمك. هذه رسائل المهمة بشكل أو بآخر. إحنا وجودنا في هذا المكان هو إرسال رسالة إلى العالم. هذه الصور وهذه اللقطات. الآن إحنا بين الحرمين، ونعطيكم هذه الصور ونعطيكم هذه الرسائل، ونذكركم بأنه ما قدم الإمام الحسين عليه السلام، وفي الروايات والكتب وكل الوسائل المتاحة للتعريف بتاريخ ثورة عاشوراء وتاريخ الطف، تنص على أنه بصراحة خلق الإنسان وإعطاء الإنسان فرصة كبيرة وثمينة لما يهتم به الإنسان. الآن إحنا بهذه اللقطات وبهذه الصور، كل الظروف اللي نشاهدها، كل القصص اللي نشاهدها في هذه في زيارة الإمام الحسين عليه السلام في هذه
معركة الطف أيضا هي رسالة بحد ذاتها للإنسانية، وكبيرة بعطائها وكبيرة بما قدمته معركة الطف لكل الإنسانية. طبعا الأخوة أصحاب المواكب الحسينية سواء على الطريق واللي بداخل كربلاء يقدمون شيء كبير، أصحاب المواكب وأيضا حتى أصحاب المآتم اللي على الطريق، أصحاب الحسينيات اللي على الطريق يفتحون الأبواب ويفتحون القلوب لهذه الزيارة، وبشكل أو بآخر إعطاء فرصة كبيرة لما تقوم به، بالإضافة للجهد الأمني اللي يقدم في كربلاء، الجهد الخدمي اللي يقدم في كربلاء، الجهد الاستخباري اللي يقدم في كربلاء، كل هذني محط اهتمام، ولا بد الحديث ولا بد الشكر للجنود اللي يقفون الليل مع النهار لتأمين هذه الزيارة ولتأمين والحفاظ على أرواح الزائرين وأرواح المواطنين اللي اجوا من كل بقاع الأرض. الآن بهذه اللقطات وبهذه الصور ندعو الأخوة أيضا التعاون مع وسائل الإعلام، ندعو الأخوة الكرام في العتبات الحسينية، العتبتين الحسينية والعباسية، إلى إعطاء الإذن للقنوات الفضائية والتصوير يكون بشكل يليق بهذه المناسبة ويليق بما قدم الإمام الحسين عليه السلام من تضحية كبيرة للإنسانية، وعلم الكثير من الإنسان الإنسانية بشكل أو بآخر. وبالتالي هذه صور وصور لحركة الزائرين في هذا الوقت وتقديم الخدمات في هذا الوقت. قد يحتاج الزائر إلى عدد كبير من الأمور اللي يحتاجها لراحته في هذه الزيارة، تحديدا عدد كبير من أصحاب المواكب الحسينية اللي يقدمون الكثير من الخدمات من مأكل ومشرب وبجهود كبيرة جدا ومعطاءة خدمة للإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس. في هذه الصور، في هذه اللقطات، الأعداد طبعا في تزايد يوم بعد آخر لقروب أيام الزيارة ووصول ذروة الزيارة في يوم الأربعينية، وقد تكون هذه الساحات مليئة جدا ومختضة بالزائرين الكرام، ولا يمكن لأي شخص أنه يسير براحته بهذا المكان بسبب الأعداد المليونية الغفيرة اللي تأتي من جميع المناطق وجميع المدن اللي تقدم التعازي والمواساة في أرض كربلاء، أرض الطف وأرض الإباء وأرض العلم. هذه اللقطات وهذه الصور، تقدم التعازي وتلتقط الصور، والكثير من المواطنين اللي يتعنون ويقطعون آلاف الكيلومترات حتى يصلون إلى أرض كربلاء ويقدمون هذه الخدمة والخدمات اللي تقدم في هذه الزيارة بشكل أو بآخر، خدمة للمواطنين، خدمة للزائرين الكرام. السلام عليكم حجي. عليكم السلام. عظم الله جوركم. عظم الله أجورك. وبارك الله بيك. الله يحفظك. والله يتقبل منك الزيارة. الله يسلمك ويحفظك. الله يديمك. الله يحفظك. زرت إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله وشكر الله. الله يحفظك. زيارة رحمة من الله وجواء حلوة ومرتبة، والحمد لله وشكر لله. شلون شفت الخدمات؟ والله نعمة من الله، يعني لا منا من الحلة. من الحلة. الله يحفظك. مشي له.
لا لا ما جيت مشي، جيت بسيارة والله إن شاء الله. العالم بعده ما لا بعده ما طالعة، بعده توها الناس توصل الحلة إن شاء الله. هذه بأيام يوم الزيارة هاي هنا ما تنمشي. صحيح صحيح، هسه بعد لحد الآن والجو حلو وما شاء الله الخدمات كلش حلوة ونعمة من الله يعني. الحلة أيضا يصير مسير بغداد عليها. صحيح. يصير عليها لون. صحيح صحيح. بعد لحد الآن ما واصلتنا زيارة، ما الزوار ما واصلين للحلة لحد الآن، مواكبنا بعدنا ما فاتحينها والحمد لله. محضرين نفسكم. الحمد لله محضرين إن شاء الله قبل 10 أيام من الأربعينية إن شاء الله انتهي. الله يكون بالعون. الله يحفظك. مشكور مشكور. وعمل مترابط بيناتكم أصحاب المواكب يعني. صحيح. وحتى الأهالي. صح صح. حل صح صح. صح 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 صح. إحنا أهالي الحلة بالإضافة إلى مواكبنا وخدمة الزوار، بيوتنا أيضا مفتوحة للمبيت باعتبار يعني معظم الزوار من أهالي الجنوب والفرات يباتون ببيوتنا إن شاء الله والحمد لله. الحمد لله وشكر له. الله يحفظك. الله خير. جزاك الله خير. الله يتقبل منك إن شاء الله. هذه الصور بشكل أو بآخر واحدة من الصور المهمة جدا والمعبرة، أنه تشاهد الكبير والصغير يقدم الخدمة، وهذه الخدمة مجانية لكل شخص يأتي إلى أرض كربلاء، يقدمون للخدمات بما يعني شنو اللي بداخله، خدمات موجودة وخدمات على مستوى عالي من الاهتمام، وأيضا قضية وجود الأمن والأمان اللي أيضا تعتبر هذه أبواب جيدة لوجود هذه الأعداد الغفيرة اللي موجودة اللي راح تكون موجودة خلال أيام الزيارة، وتقدم التعازي إلى سيد الشهداء الحسين عليه السلام. هذه الصور طبعا بالإضافة إلى المظلات، بالإضافة إلى وجود أيضا ملف الكاميرات الكبير اللي يتعلق بأمن المنطقة وأمن الزائرين، حالات الرصد المستمرة من أجهزة الكاميرات اللي موجودة، الكثير من المعطيات اللي تحددها الكاميرات، حتى المطلوبين للقضاء تحددها هاي الكاميرات، وأيضا في عمل مترابط بين القوى الأمنية والعمل بالعتبتين العباسية والعتبة الحسينية لرصد الحالات ولتعديل أو تصحيح مسار بعض الأخوة أصحاب المواكب. أيضا صدرت عدد من النقاط الأساسية في المواكب الحسينية، وأيضا عدد كبير من القضايا اللي نتناولها احنا في واحد من الناس يتم قيد يكون هناك تصحيح لبعض الأمور. هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها من كل بلدان العالم. عربي هندي حياكم الله. هندي اهلا وسهلا، عظم الله جوركم. ہم انڈیا سے آئے ہیں امام حسین اور عباس علیہ السلام در کی زیارت کرنے کے لیے، اور ہم ماں فاطمہ الزہرا کو کرسی دیں گے، امام حسین اور عباس علیہ السلام در کی زیارت کر کے اس کو کرسی دیں گے اور آو جاری کریں گے، اور ہم نجف سے کربلا چلیں گے، پیدل چلیں گے کربلا. نجف نجف سے کربلا آئیں گے، تین دن کے بعد ہم پہلے نجف جائیں گے، نجف سے مولا علی کی زیارت کر کے پھر ہم کربلا آئیں گے، چل کے آئیں گے، پیدل چل کے آئیں گے کربلا. موفقین ان شاء اللہ. دعا دعا یا اللہ، اللہ يتقبل منك ان شاء اللہ. حياكم الله. من كل بلدان العالم، حتى اللغات تختلف والله. اللغات شتري تحكي لغة لغتين ثلاثة، هنا ما تقدر تحكي أكثر من لغتين ثلاثة، لأنه كل العالم يتجه إلى صوب كربلاء. كل العالم كل اللغات تجد مكان كربلاء هو مكان الاهتمام ومكان الراحة ومكان الطمأنينة، وبالتالي رسائلنا كبيرة في هذه الأيام المباركة. ونوصيكم يا أخوتنا الزائرين الكرام بالنقاط اللي تحددها سواء المرجعية واللي يحددها العرف والشرع، واللي يحددها أيضا ملائمة هذا المكان، احترام هذا المكان الكبير، احترام إرادة الناس في هذه الأيام المباركة، واحترام الشعائر اللي تقدم بشكل يليق بمعركة الطف وتليق
التعازي بمعركة الطف. المعركة وانتصار الدم على السيف هي بحد ذاتها رسالة إلى العالم، أنه كل اللي تلاحظوه الآن وكل اللي يشاهدوه الآن من معاناة، من أساليب قمعية، كان النظام السابق ممكن يمنع هذه الأجواء، يمنع هذه الطقوس أو يحددها بمراحل عدة، لكن الآن الظرف صعب والحياة بدأت تأخذ أمورها بالاتجاه الصحيح. نتمنى على زائرين الكرام، نتمنى على أخوتنا أصحاب المواكب الحسينية، نتمنى على الأخوة القائمين على هذه الأماكن المباركة يعني تقبل العزاء بشكل يليق بهذا بمقام كربلاء، تقبل العزاء بشكل يليق بالمسلمين. الآن كلها رسائل، أقسم بالله كلها رسائل. احنا راح نرجع لبغداد وراح يكون لنا حلقات مع الأخوة الزائرين، وأيضا هذا الكلام راح نعيده، اهتموا بمظاهركم، اهتموا بأسس الإسلام، اهتموا أو احترام لهذه الطقوس المباركة، لا تخلون العالم تسيء الظن بجهودكم، لا تخلون العالم ينظر لكم نظرة التخلف، لا بالعكس، هذه كلها رسائل عظيمة، رسائل كبيرة، رسائل بيها مستوى للإنسان، مستوى اللي يريد يتعلم. الإمام الحسين عليه السلام للمرة المليونة أقولها، لأنه إحنا مو فقط مفتحنا موكب وقاعدين نوزع، لا، الإمام الحسين عليه السلام كبير بعطاء للإنسانية. الإمام الحسين مدرسة ونهج لازم ننهجه، لازم نسير على خطاه، وبالتالي نطلع بمحصلة أخيرة، أنه إحنا قدر مسؤوليتنا، سواء في كلامنا، في مواقفنا، في مدارسنا، في أسلوبنا في الحياة، ونتعلم على مدى هاي السنوات. والإمام الحسين عليه السلام هذه السنوات ومئات السنوات، والإمام الحسين باقي وتتجدد الذكرى وتتجدد ويتجدد العهد ويتجدد العزاء وتتجدد هذه الطموحات اللي احنا كمواطنين نشعر انه الإمام الحسين عليه السلام سفينة، ومن سار على نهج الإمام الحسين عليه السلام نجا ان شاء الله دنيا والآخرة. هذه كلها رسائل والله العظيم مهمة، كل الرسائل هذه محط اهتمامنا، كل الرسائل احنا نوصلها بشكل يليق بهذا المكان، يليق بأرض كربلاء المقدسة، ويليق أيضا بمن يأتي إلى كربلاء ويحتضن كربلاء الطف، ويحتضن كربلاء الإباء، ويحتضن كربلاء الأحرار. الأحرار في كل عام يتجدد الذكرى في أرض كربلاء. كل الحب والتقدير لكل من قدم وسيقدم لهذه الزيارة، ومن يقف لخدمة أهل البيت عليهم السلام، أنه نتمنى لهم الصحة والعافية والتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. تقبل ودي واحترامي، أنا محدثكم أحمد الركابي، والزملاء اللي رافقوني اليوم بهذه الحلقة الزميل المصور علي فلاح، وأيضا المصور أو مساعد المصور حيدر جودي. نشوفكم إن شاء الله بخير وسلامة، إلى اللقاء.